السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ في الفيديو ده نكمل مع بعض في الاوبتمايزرز. هنبدأ نتكلم النهاردة عن اوبتمايزر جديد وهو الادا دلتا والار ام اس بروب. لاحظ ان ده اوبتمايزر وده اوبتمايزر، بس الاتنين يعني ايه بيتكلموا، يعني شغالين تقريبا بنفس الطريقة، فاحنا هناخد الفكرة بتاعتهم كده. طبعا الار ام اس دي اختصار لايه؟ لروت مين سكوير بروباجيشن، تمام؟ بروباجيشن. الفكره في ايه؟ الفكره ان هما برضو شغالين زي الادا جراد، بيلعبوا على الليرنينج جريد ان هما يعدلوا الليرنينج جريد. طبعا الادا جراد ده اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الادابتيف جريد اند ديسنت، بيشتغل على مين؟ على الليرنينج جريد، بيحاول ان هو يادبت ويطور منه ويعدل فيه، تمام؟ زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا المشكله في الحوار ده ايه. قلنا المشكله في الالفا، فالالفا دي عمالة بتكبر وتزيد بسبب ايه؟ بسبب ان انت هنا عمال بتجمع كل الديريفاتيف المشتقات اللي قبل كده سكوير، فعمال تجمعها، فالالفا عمالة تزيد بشكل كبير جدا، والالفا هنا محطوطة في المقام، فلما تحطها في المقام مع ثبات الليرنينج ريت في الباست، ايه اللي بيحصل؟ القيمة اللي بتطلع هنا اللي هي الليرنينج ريت الجديدة بتكون قليلة جدا جدا جدا. وقلنا ان دي مشكلة بس صغيرة كده مع الادا جراد. فمين اللي بيطور بقى المشكلة دي؟ هو الأدا دلتا والار ام اس بروب، ان هو بيحاول الالفا دي بقى، يحاول هنا هنشوف بيحجمها ازاي، او ايه بيحط عليها ليميت معين كده بحيث ما تكبرش منه. تعال نشوف كده شغال ازاي. طبعا هو بكل بساطة بيقول لك دبليو تي بتساوي الدبليو تي ماينس 1، اللي هو الويت القديم، يعني الجديد بيساوي القديم، ماينس الليرنينج ريت داش في دي ال على مين؟ على دي دبليو تي ماينس 1. حلو جدا. طب دي تهمنا، دي بقى عبارة عن ايه؟ قال لك نفس الكلام، الليرنينج ريت بيساوي الليرنينج ريت الانيشال على مين؟ على جذر ها اس دي اس دي دبليو اس دي دبليو تي، تمام، بلس مين؟ بلس ابسلون. حلو الكلام، حلو الكلام. طب مين بقى الترم ده؟ احنا كده ماشيين تقريبا اللي هنا نفس اللي هنا، صح؟ بس الاختلاف ده اس دي دبليو تي. طبعا الاس دي دبليو تي هي دي الايه القصه بقى، يعني هي دي الفكره، تمام. خلينا ننزل كده، الاس دي دبليو تي بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي البيتا في مين؟ في اس دي دبليو تي ماينس ايه؟ ماينس 1، زائد مين بقى؟ زائد 1 ماينس البيتا في مين؟ قال لك في دي ال، معدل تغير اللص بالنسبة لمين؟ لدي دبليو تي ماينس ايه؟ ماينس 1 دي سكوير، تمام كده؟ تمام الكلام. طب ايه بقى الكلام ده؟ الايكويشن دي لو تفتكر هي بالظبط بتحاكي اللي هي اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الاكسبوننشال. خلينا اعملها لك بلون تاني، اللي هي ال exponential exponential weighted average لو تفتكرها، اللي اتكلمنا عليها قبل كده في المومنتيوم. ده ال exponential weighted average، وقلنا ان هو بياخد السرعات معاك اللي قبل كده، يعني انت مثلا سايق عربية، فقلنا وانت بتدوس بنزين فبتزود سرعة على السرعات اللي قبل كده. ده اللي بيحصل بالظبط هنا، ان انت البيتا دي طبعا قلنا ان هي مثلا بتسعة من عشرة، فلو البيتا بتسعة من عشرة يبقى واحد ماينس تسعة من عشرة بكام؟ بواحد من عشرة، صح كده؟ تمام. وطبعا ال S دي W T ماينس 1 قلنا ال initial بتاعها بكام؟ بزيرو، يعني انت هنا ال S دي W أول واحدة معاك خالص بزيرو، تمام. فطبعا الكلام ده لو انت مش فاهمه ارجع ذاكر اللي هي المومنتيوم هتفهم بيه كويس، وتيجي هنا هتلاقي الدنيا سهلة جدا وعارف نتكلم فيه. الفكرة بقى في الأدا دلتا والآر إم إس بروب في إيه بقى؟ قال لك إن هو يعني الـ المشكلة في الأدا جراد كانت الألفا دي بتكبر جدا، وبالتالي الإيتا كانت بتقل جدا، تمام. هنا عملها ازاي؟ عالج القصة دي ازاي؟ اهو قال لك الويت دي بتساوي، هتجمع اللوس اهو المشتقة
تمام، مشتقة اللص بالنسبة للويتس تربيع، بس ضربها في رقم قليل اللي هو 1 ماينس بيتا. وهنا القصة كلها بقى ان هو ايه، ضرب التربيع ده في 1 من 10 فحجمه، يعني الرقم هيبدأ يقل معاك لما تضربه في 1 من 10، انت كده بتصغره. فده طبعا بتجمعه على اللي قبلك، تمام، وبتبدأ تحطه هنا، وبالتالي انت ال اس دي دبليو تي كده انت حجمتها، فمش هتكبر بالشكل الكبير اللي كانت بتكبر بيه الفا، وبالتالي اس دي دبليو تي لما تيجي تعوض بقى هنا مش هتكبر معاك بالشكل الكتير بتاع الفا. فلما تحطها في المقام، ايه اللي هيحصل مع ثبوت الليرنينج ريت ده؟ اللي هيحصل ان الليرنينج ريت الجديد مش هيصغر خالص بالطريقة اللي كانت بيصغر بيها هنا، صح؟ مش قلنا ان دي كانت المشكلة هنا، ان الليرنينج ريت ساعات لما بتروح اتريشن رايح جاي وابوكس، فالليرنينج ريت بيقل، فهنا مش هيقل بالشكل ده زي هنا. هنا ليه؟ لان احنا هنا حجمنا مين؟ حجمنا الترم ده اللي هو في المقام، فما خلناهوش يكبر كتير جدا زي ما كانت بتكبر هنا. ودي القصة في الادا دلتا والار ام اس بروب، ان هو بيحاول يحجمك بالايه، بالواحد ماينس بي دي، تمام، ان انت التربيع ده بيحاول يضربه في رقم قليل جدا فبيصغره، تمام. ودي الحل بتاعك، يعني ايه، زي ما نفتكر كده مع بعض، اللي هو ده كان عندنا الويتس وهنا ده اللص، صح، وكانت الايكويشن بالطريقة دي كده، تمام. فكان بيبدأ ينزل اهو، ينزل وبعد كده ايه، ينزل حتت صغيرة كده لحد ما يوصل. فالمشكلة في الالفا كانت بتوصل، الالفا كانت بتكبر كتير جدا، تمام، وانت بتعوض بقى هنا، فالليرنينج ريت كان بيظهر معاك قوي، فالليرنينج ريت كان بيظهر معاك هنا كتير جدا زي ما انت شايف كده، تمام، بالشكل ده كده بيظهر بشكل كبير جدا، فهياخد خطوات كتيرة لحد ما يوصل. انما حللك المشكلة مين؟ الادا دلتا ار ام اس بروب. فلما يجي يعني بالنسبة بقى لده اللي هو الادا دلتا، هو هيعمل جامب كده نفس الكلام وكده، بس هيجي ايه هنا، فهتلاقيه ياخد خطوات اقل ويوصل بسرعة. ليه؟ ليه خطوات اقل عندي؟ لان انت هنا قللنا اللص ده، التربيع حجمناه، وبالتالي لما تيجي تقسم عليه هنا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الليرنينج ريت ده مش هيظهر معاك قوي، صح، لان انت ده مش هيبقى كبير بالشكل اللي كان ده، تمام. اتمنى يكون الدنيا واضحة، تمام. فهتلاقي الليرنينج ريت ده هنا وصل بشكل ابسط. ده بكل بساطة مين؟ الادا دلتا والار ام اس بروب. تعال نكتب الاكويشنز دي تاني بالنسبة للويت والبايس اهو، خلينا نكتبها تحت هنا اهو، اللي هو انا عندي الويت الجديد بيساوي الويت القديم ماينس ايتا داش في دي ال بالنسبة لمين؟ لدي دبليو تي ماينس 1. ونفس الكلام للبايس اللي هنقول بي تي بتساوي ايه؟ القديم البايس القديم ماينس الليرنينج ريت الايتا اللي هي متعدلة دي في دي ال على دي دبليو تي ماينس 1، تمام. طب انا عاوز احط دي مكانها، هنشيلها هنا وهنا ونحط مكانها بمين؟ اللي هو دي اللي هو ايتا على الجذر التربيع ل اس دي دبليو تي زائد ابسيلون. طبعا احنا دي جبناها اهي، فاضل مين؟ هنحط برضو مين؟ التانية اللي هو هنحسب الاس دي بي تي اللي هي البايس بقى. فنفس الكلام هنقول بيتا في اس دي بايس تي ماينس 1 زائد 1 ماينس بي في مين؟ في دي ال بالنسبة لمين بقى؟ لدي بي تي ماينس 1، والكل ده ايه؟ تربيع. اذا انا كده حسبت مين؟ حسبت الاس دي تي دبليو، وحسبت لمين؟ يعني للويت، وحسبت للبايس. طبعا دي هروح اسقطها هنا اعوض بيها هنا، ودي نفس الكلام اعوض بيها هنا. فتعالى كده اهو، اخر حاجة طبعا الويت ده، المعادلة بقى الاخيرة ليها هتكون بالشكل ده، ان انا هقول الويت الجديد يساوي، خلينا نكتبها بالاحمر اهو، هنقول ان انا عندي الويت الجديد يساوي الويت القديم ماينس الليرنينج ريت ده اللي هو قلنا مين، عبارة عن ايه؟ عبارة عن الايتا على الايتا اللي هي الانيشال على الجذر التربيع لمين؟ الاس دبليو تي بلس ايتا، تمام اهو. هنشيلها ونحط مكانها مين؟
اللي هو ايتا على الجذر التربيعي ل اس دي دبليو تي بلس مين ابسلون. وقلنا ابسلون ده فايدته ايه؟ عشان بس ده رقم صغير جدا جدا بنحطه، عشان لو القيمة دي بزيرو فهو ايه ما يدينيش ايرور ان انا قسمت على زيرو يعني. تمام كده؟ تمام. ما تنساش تضرب في مين؟ في اللي هو دي ال على دي دبليو تي ماينس 1. نفس الكلام هنحسب لمين؟ ل دبليو اللي هو البايس بيساوي البايس، سوري انا كده بحسب لمين، هحسب بقى للبايس اللي هو بي تي بتساوي البايس القديم ماينس الليرنينج ريت اللي هو ده. ده عبارة عن ايه؟ عن الريت الليرنينج ريت الانيشال على جذر ها اس دي بي تي بلس مين ايتا ابسلون، وطبعا ده مضروب في دي ال على دي بي تي ماينس اي 1. تمام تمام بس فدي الايكويشنز الاخيره اللي هي معانا اهي، اللي احنا ايه اللي هي فيها كل حاجه بقى. فدي الايكويشن اللي هو بيعمل بيها ابديت اللي هو بتاع الادا دلتا والار ام اس بروب، هي دي اللي هو الويت بيساوي القديم ماينس الليرنينج ريت الانيشال، طبعا ده انيشال. تمام ده انيشال وده برضو ايه انيشال. على مين؟ قلنا اهو على اللي هو الجذر اس دي دبليو تي واس دي بي تي. طبعا مين دول؟ دول اللي احنا ايه اتكلمنا عليهم فوق اللي هم دول اهو حسبناهم، اللي هو بتاعت الاكسبوننشال ويتد افريج، وقلنا ان اللعب كله فيهم هنا، هتمسك دي وتمسك دي وتعوض بيهم تحت هنا. تمام زائد الابسلون مضروبه في دي ال على دي دبليو تي ماينس 1، وهنا نفس الكلام مضروبه في دي ال على دي بي تي ماينس 1. فدول التو ايكويشنز اللي هو شغال بيهم الفكرة العامة بتاعته. طبعا ده بيوصل اسرع هنا، فبيوصل اسرع هنا. المشكلة كلها في الحتة دي زي ما قلنا ان ده بيكون بطيء، انما ده بيكون سريع لحد ما يوصل هنا. اتمنى تكون الدنيا بسيطة وسهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.